بودكاست راح نعملها رايحين على مكاو. طبعا هونغ كونغ بلد منفصلة عن الصين ومكاو بلد منفصلة، فزي اللي عن جد في عندهم arrivals وبدك تفرجيهم الجواز وماخذين الموضوع كتير جد زيادة عن اللزوم. هذا الساين احنا بالمحطة غلبونا بالجوازات شوي، على الأغلب لأنه جوازنا عربي، أخذونا على قسم التحقيقات وقعدوا يحققوا معنا، وليش جايين على مكاو وفرجونا قدي معكم فلوس، فرجونا إيش في على موبايلكم. بالآخر بس قلنا لهم ليش جايين هون، انبسطوا وقالوا لنا رح نعطيكم فرصة واحدة إنه تدخلوا على مكاو هلأ، وقالوا لنا المرة الجاية لما تيجوا لازم تكونوا حاملين 5000 هونغ كونغ دولارز كاش. أنا أتوقع هاي مش لكل حدا، بس يعني إذا وقفوك للتحقيقات ممكن يحكوا لك هيك. ها هو برج مكاو يلوح في الأفق. لقد اقترب الوقت، لقد حانت لحظة الحقيقة، الحلقة الأخيرة، المغامرة الأخيرة من مغامرات ابن حتوتة، أكثر مغامرة مجنونة. شو السبب اللي جابني اليوم على مكاو؟ على فكرة زي ما قلت لكم مكاو بلد كاملة جاي عليها عشان سبب واحد اللي هو هذا البرج. ليش هذا البرج مميز؟ لأنه أعلى مكان في العالم تقدر تعمل منه بونجي جومبينج، تقدر توقف فوق هون وتنط تقريبا 250 متر الوقعة. وهذا الاشي اللي بدي اعمله اليوم. السبب الاهم انه انا نوعا ما عندي خوف من المرتفعات، فهاي الحلقة بدي تكون حلقة كلياتنا نتحدى فيها مخاوفنا. مو بس انا، اليوم رح يكون في بيني وبين حالي تحدي، بس بدي اعطيكم انتو كمان تحدي تطلعوا من منطقة راحتكم وتتحدوا واحد من مخاوفكم. منطقة الراحة اللي هي فعليا راحة وهمية مش راحة حقيقية، راحة ما بتوصلنا لمكان، راحة بتخلينا قاعدين في مكاننا، بينما التحدي انك تتحدى خوفك وتتقدم للأمام، وبعديها بتكون قاعد في راحة، لكن راحة منتجة، راحة انت سعيد فيها. دخلنا على البرج، بدنا نشوف من وين النطة. مكاو تاور انترن، كل اشي مكتوب بالبرتغالي عشانه مكاو كانت تحت الاستعمار البرتغالي عكس هونغ كونغ اللي كانت تحت الاستعمار البريطاني، عشان هيك كل اشي فيها بالانجليزي. وهلا دي حماس. فهون منوقع اذا متنا الحق علينا احنا مش عليهم. اوف راح ننط كل هاي. So Kasan, we're going to go bungee jumping today. Perfect. Yeah. How are you feeling? I feel good. Yeah. Feel really good. Let's get through your building. Yeah? Perfect. Let's go. Yep. This is the only tower in the world where you can commercially climb right to the very top of the mast. Wow. Yeah. Okay. Then of course we have our skywalk. This is where we take guided tours along the outside. And then of course we have our sky jump, and of course the most popular of course is our bungee. طب خليني بس البس بلوزة البونجي جامبينج. تمام. خلينا نطلع. Yeah. Sweet bro, so sweet. I want you to just come on in here. Oh guys, go! Thank you! Yeah. Great time. هي هون بقارنوا طول الأبراج الموجودة في العالم. عندنا هذا برج مكاو. هذا شو اسمه برج ايفل في باريس. طب المفروض هلا بدهم يوزنونا ويلبسونا الشغلات اللي مفروض نلبسها لما نطلع لبرا. Right. Once you're outside, you're on the edge. You're gonna ask you to stand like this. They give you a count. 5, 4, 3, 2, 1. Lean forward. Just lean forward. Okay. You will go down. You will bounce back up. After first rebound, you pull it away from your body. When you pull it, it will release your legs. It will release your legs like this. So you will be sitting in position about it. That's it? Okay. Now you can light up in there now. Thank you. Make sure you see. Okay, هذا البني آدم اللي حينط هلا قبلي. We don't trust each other, that's why we don't.
واضح الناس اللي بيشتغلوا هون نهفات بحكي لي رح توقع وتموت. I'm next. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Jumper. He's under. Okay, خايف. Oh no, he's falling. Okay, هذا البني آدم اللي نط قبلي. واضح إنه كان مرعوب. قد إيه بخوف. What? مسك الحبل بقول لي شوف made in China. Where is it made this? Made in China. Made in China. Okay. Very safe. لا يعني شغلهم مش يخوفونا ابدا. الحاجة اللي بتصور بتقول لي don't worry لما تنط راح نشيل الدم بالفوتوشوب. الحاجة هاي حتنط قبلنا كمان. شوفوا راح اتوقع انه هاي الحاجة راح تكون كتير خايفة فراح تستنى كتير. هاي بلشت تخاف. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Jumper. Jump. خايفة. نطت والله. الاشي اللي جابني هون هو خطوة بدي اطلعها برا منطقة راحتي واتحدى واحد من مخاوفي. هلا هو مش خطوة صراحة، هي سقوط حر شوي، يعني اكثر من خطوة. باي. فبهذا الفيديو بدي اتحدى كل واحد منكم، زي ما انا راح اخرج من منطقة راحتي بدي كلكم تخرجوا منها. بدي كل واحد ينزل عن لحظة كان كتير خايف وتحدى واحد من مخاوفه، او خد هلأ الخطوة وتحدى واحد من مخاوفك واحكي لنا عنه على السوشيال ميديا هاشتاج اخرج منها. رح اتحداكم كلكم تحدوا واحد من مخاوفكم واكتبوا لنا عن تجربتكم على هاشتاج اخرج منها. هلأ انا رح اتحدى واحد من اكبر مخاوفي، الارتفاعات. جاهز؟ جايب. الو ماما، الو ماما، انا هلا على ارتفاع 250 متر في ماكاو، بدي انط من البرج، فقلت اودعك قبل ما انط. والله لا ما والله ما حموت، دونت وري، برجع وبجيب لك هدايا. سوري ماما. ما راح اطلع لتحت لانه بخوف. استنى لابس بندانة. ووو. شو؟ سوينا. توقف. ما طلعت لتحت، كنت كتير خايف اطلع لتحت. يعني اوكي رح انط بس اني اطلع لتحت كان كتير بخوف. بعدين 5, 4, 3, 2, 1. كنت نايم هون زي هيك. يا الله. وبتطلع لفوق. 5, 4, 3, 2, 1. لهلا مش مستوعب اللي صار، فمش عارف اذا اليوم رح اعرف احكي طبيعي. فاللي كان معنا بيساعدنا اليوم هو توني. Thank you so much, Tony. You're very welcome. It was an amazing experience. Yeah, it's cool, eh? Yeah. I loved it. The cool thing about this is that feeling
that you're having now is gonna stay with you for the rest of the day. Oh. You're gonna be jacked for the rest of the day. And this is why I say, guys, if you're having a rough day, just come jump off the building. Come jump, yeah. It's easy, just jump off the building. Exactly. You'll be so happy. Sweet. Yeah, it was amazing. So thank you so much. Hopefully we'll see you again when we come again. وهيك بعد ما عملنا النطة نزلنا على الطابق تحت اللي بيعملوا فيه بونجي جامبينج. شوف من هون كل مكاو. يعني صراحة يمكن بالفيديو ما بخوف بس بالحقيقة جد بخوف الأزاز. بما انه باقي عنا باقي اليوم في مكاو خلينا نروح نشوف شو في شغلات ممكن نشوفها في مكاو ونستمتع شوي. وصلنا عند المعلم الأول المهم في مكاو اسمه Ruins of Saint Paul's. هو بقايا كنيسة كانت موجودة هون اسمها Saint Paul وبس ضايل منها بس الواجهة. بس شوف قد ايه في ناس. اي حدا عمره راح على البرتغال جد رح يحس قد ايه هون الوضع برتغالي. الارض هاي ما شفتها الا في مدينة لشبونة في البرتغال فالتأثير البرتغالي جدا واضح. شوفوا العمارة هاي المبنى واضح واجهته اشي برتغالي. بعد النطة اليوم الصبح ما قلنا نفس نعمل اشي تاني فهلا رح نرجع على هونغ كونغ. رجعنا لمحطة السفن بدنا نرجع على هونغ كونغ. بس على فكرة أي حدا بيجي مكاو مش جاي على باله ياخذ مواصلات عامة من محطة السفن. تقدر تاخذ باص أي وحدة من الكازينوهات. مكاو مليانة كازينوهات فأول ما توصل في كتير باصات بيكون بيستنوا للناس اللي بدهم يروحوا للكازينوهات فبتاخذ أي واحد منهم تنزل على وسط المدينة وبتكمل فيش داعي تروح على الكازينو. فهاي فكرة جيدة للتوفير. وهيك بعد شهر ونص قضيناهم بالصين عشنا أجمل وأغرب التجارب. جربنا الطعم العقارب الحية، عشنا مع رهبان معبد الشاولين وخيمنا على سور الصين العظيم، مشينا في الطبيعة وجربنا الأكل، والأهم اتعرفنا على أهل وثقافة الصين. أتمنى أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من اللي شفتوه. كثر الله أسفاركم وأخرجكم من منطقة راحتكم ونراكم في مواسم أخرى من مغامرات ابن حتوتة. سلام.